نافذة المستهلك برنامج إذاعي توعوي يتم إعداده وتقديمه بالتعاون مع المختصين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الجمهور، ليكون بمثابة تواصل أسبوعي بيننا وبينكم في سبيل تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة. نافذة المستهلك. مستمعينا، نرحب فيكم وهذا اللقاء المتجدد معكم عبر نافذة جديدة تطل على مواضيع تهم شؤون المستهلك. هذه تحياتي من خلف الميكروفون فاطمة محمد، وترافقني في تقديم حلقة هذا الأسبوع من نافذة المستهلك صفاء صفر. أبرز الحالات الواقعية التي قد تحدث للمستهلكين تتلخص خلال هذه النصف ساعة مستمعينا، من خلال فقرتين البرنامج واللي أهما فقرة قضية وحل وأيضا فقرة مستشارك. راح نبتدي بالفقرة الأولى واستعراض لأهم القضايا اللي وردت لإدارة حماية المستهلك من بعد الفاصل، فكونوا معنا. عزيزي المستهلك، في حال رصدكم لأي مخالفات في الأسواق، يمكنكم التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 1700-7003. قضية وحل. نرحب فيكم مستمعينا من بعد الفاصل، وفي فقرتنا لهذا الأسبوع من قضية وحل بنستعرض عليكم قضية تتلخص بوجود مخبز كان يتخذ من مزرعة، تخيل فاطمة، مكان ومقر لمزاولة نشاطها التجاري. طبعا مثل ما كلنا نعرف بأن المزرعة مو مكان مناسب لإنتاج أو إعداد مواد غذائية بسبب بيئة المكان اللي في الأغلب تكون غير صحية. صحيح. لمزاولة مثل هذا النوع من الأنشطة التجارية. يعني اختياره صفاء يعني لمثل هذا المكان أول مرة أنا أسمع صراحة بمثل هاي الشكاوي، هذه أمر غريب، وأيضا يعطي شكوك في مدى صحة وسلامة المنتج اللي قاعد يقدمه هذا يعني التاجر للمستهلكين. نعم. هذه التصرف يخلينا في شك عن مدى قانونية نشاطه التجاري. أنا عارف الجواب صفاء، ولكن يعني عشان المستمع يكون على صورة أوضح، هل هو مرخص بالقانون بالفعل؟ يعني هذا اللي اكتشفناه بعد التحريات والبحث عن المخبز نفسه ومدى قانونية نشاطه التجاري. طبعا بالتعاون مع إدارة التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حاولنا نحصل على اسم صاحب المخبز ورقم الترخيص التجاري، لكن اكتشفنا بأن أصلا ما في أي ترخيص صادر من الوزارة لهذا المخبز، واللي أكد لنا وجود مخالفة قانونية قام فيها صاحب هذا المخبز. طبعا استمرينا بالبحث والتحري عن آلية توزيع وبيع المنتجات اللي يعني يسويها هذا المخبز يوصلها للمستهلكين، وتبين لنا بأن المخبز يوزع منتجاته على البرادات الجريبة من منطقة المزرعة بس، ما طلع لمناطق أبعد واللي بدورها يعني تعرض هذه المنتجات الغذائية للبيع. يعني هناك سؤال يتردد في ذهني صفاء. نعم. إذا كان هذه المخبز غير مرخص مثل ما تفضلتي بالقانون، وما يعني ما يحمل قيد تجاري صادر من الوزارة، إذن هناك يعني دلالة على أن العاملين على هذا المخبز يمكن من الأساس هما غير مدركين بأساسيات هذا النشاط، من ناحية كيفية صنع هذه المنتج. أكيد. من ناحية مكوناته، من ناحية الاشتراطات الصحة اللي المفروض يعني تتواجد فيه، من مدة الصلاحية الفعلية لمنتج استهلاكي وأيضا قابل للتلف. أكيد. بشكل سريع مثل يعني هذه المخبوزات. نعم. شلون قدروا يزاولون هذا النشاط ويوزعون الكميات اللي ينتجونها يوميا على هذه البرنامج؟ صحيح 100% اللي تفضلتي فيه فاطمة. لهذا السبب بعد يعني ضبط المخبز ومصادرة الكميات الموجودة في المخازن، لاحظنا عدم وجود لا اسم منتج ولا وصفة ولا بطاقة بيانات اللي نشوفها على كل المنتجات اللي اليوم موجودة في السوق في البحرين.
يعني هذه البيانات واجب توفرها على كل منتج بحسب البنود القانونية في قانون حماية المستهلك. يعني في النتيجة يعتبر هذا المنتج مبهم ومكوناته غير معروفة للمستهلك، وهذه بحد ذاته مخالفة قانونية في مملكة البحرين، بغض النظر إذا كان المحل عنده سجل ولا ما عنده سجل. هذه بعد يعتبر مخالفة ثانية، أنه ما قاعد يعرف المنتج للمستهلك. صحيح. يعني قاعدة أتساءل أختي صفاء، شنو كان العامل اللي كان يجذب المستهلك لشراء سلعة غير معروفة المصدر، غير مدون فيها بطاقة تعريفية للمنتج من نوعية المواد ونسبها؟ نعم. تواريخ الإنتاج والانتهاء وغيرها من البيانات المهمة. يمكن فاطمة بتوافقيني الرأي في الكلام اللي بقوله الحين، يمكن اليوم احنا نحب المخبوزات اللي تكون لينة، صح؟ صحيح. ويعني كثر ما كان المنتج لين كثر ما اعتبرناه طازج. صحيح. هذا الشيء معروف عندنا، وهذا اللي صار مع هذا المخبز. كان يضيف كميات كبيرة من المواد الحافظة على مخبوزاته بشكل تخليها تصير لينة وطازجة وتجذب رغبة المستهلك في شرائها يوميا. ومثل ما قلنا، لأن بطاقة البيانات نفسها غير موجودة على المنتج، فنسبة المواد الحافظة ما كانت مكتوبة أصلا ولا الموضحة للمستهلك للأسف، فهذه المعلومات كانت كلها مبهمة. اليوم احنا نقول ان اذا المنتج كل ما قل نسبة المواد الحافظة كل ما يكون صحي اكثر. صحيح. ولكن لان المستهلكين في ذيك الفترة ما كانوا يعرفون اصلا النسبة العالية للمواد الحافظة الموجودة في هذه المخبوزات، كانوا يشترونها وهم مستانسين لان هي طازجة. يعني على حسب يعني علمهم ان هي يعني طازجة. نعم. يعني أعتقد في هذه القضية مستمعينا كان الخطأ من الطرفين، سواء المستهلك أو المخبز. بواقع أن المخبز تجاوز القوانين التجارية العامة، زاول نشاط غير مرخص، غش المستهلك بمسألة مكونات المنتجات اللي قاعد يطرحها في الأسواق وينتجها في مكان في الأغلب ما تتوفر فيه حتى أبسط اشتراطات الصحة والسلامة. وأيضا من ناحية أخرى يقع اللوم على المستهلكين لأنهم اتجهوا لشراء منتجات، نعم يمكن تكون بالفعل متواجدة في البرادات، ولكن في النهاية ما تحمل أي معلومات تخلينا إحنا كمستهلكين نتطمن من صحة المنتج اللي راح نستهلكه. في النهاية ما يسعنا إلا أن احنا نحرص على جميع مستمعينا بضرورة التعرف على المنتج قبل شراءه من خلال بطاقة البيانات اللي لابد أنها تكون موجودة على كافة المنتجات، نتأكد من قراءتها علشان نتأكد من قانونية هذا المنتج. فاصل مستمعينا ونرجع نستكمل معاكم الفقرة الثانية من البرنامج مع فقرة مستشارك. عزيزي المستهلك، هل تعلم بأن عرض عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في المحل أو تضمينها في أرصدة الشراء تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك؟ مع تحيات إدارة حماية المستهلك. 1700703 مستشارك. أعزائي، ومن بعد الفاصل مستمعينا رجعنا لكم مع فقرتنا الثانية من برنامجكم الأسبوعي نافذة المستهلك. اليوم في فقرة مستشارك راح نسلط الضوء على لجنة تتبع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي لجنة الأسواق التجارية. ويسعدنا استضافة الأستاذ عبد الحكيم الشمري رئيس اللجنة للحديث أكثر عن دور هذه اللجنة في تنظيم السوق والحفاظ على الحقوق والتأكد من الالتزامات اللي تقع على كل أطراف العملية التجارية من مستهلك وتاجر. نمسي عليك بالخير أستاذ عبد الحكيم، وحياك الله في برنامج نافذة المستهلك. الله يحييك، وحقيقة احنا سعيدين أن نلتقي مع مستمعين إذاعة البحرين، ونتمنى إن شاء الله يكون هذا اللقاء ممتع ومثمر إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عبد الحكيم، بداية لو نتحدث عن لجنة الأسواق التجارية، توجهاتها وما هو الهدف من تأسيسها؟ كما تعرفون بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تخضع لقانون أقر من قبل القيادة السياسية، ومهمتها رعاية
وهم العاملين في القطاع الخاص. وكما تعلمون القطاع الخاص يعمل في مجالات عدة، منها مجال الخدمات ومجال الصيرفة ومجال قطاع الذهب وقطاع التجزئة والأسواق المركزية والأسواق الشعبية وتجارة التجزئة وتجارة المجمعات التجارية. ولذلك ارتأت غرفة التجارة أن يكون هناك لجنة من ضمن 10 لجان تكون مهمة هذه اللجنة متابعة الشأن الخاص بالأسواق التجارية. نعم، طبعاً هو دور مهم بالتأكيد للحفاظ على سوق منظم خالي من المخالفات. لو بنتطرق لموضوع آخر، ومن حكم خبرتك أستاذ عبد الحكيم، برأيك هل هناك معوقات لأصحاب الأعمال اليوم في السوق البحريني؟ يعني إذا كانت الإجابة نعم، لو تذكر لنا أمثلة عن هذه المعوقات اللي يعني تواجه أصحاب الأعمال اليوم في السوق البحريني، وأيضا لو توضح لنا شنو هي جهود اللجنة لحل هذه المشاكل. حقيقة من يعمل لابد أن يكون هناك أمام بعض المصاعب والمعوقات، ولأجل يعني تذليل هذه المصاعب لابد أن يكون هناك جهة تمثل هذا القطاع للتعامل مع الجانب الحكومي. كما تعلمون بأن اليوم كل مواطن حتى يستطيع أن يلبي احتياجاته لابد أن يتجه إلى سوق من الأسواق في الرفاه، في المنامة، المحرق، مجمعات تجارية. فهناك بنى تحتية تحتاج إلى تطوير أو إلى تجديد، مثل الشوارع والمداخل والمخارج ومواقف السيارات. صحيح. موضوع النظافة بالأسواق عن طريق وزارة البلديات، مسألة ضبط المخالفات المتعلقة بالأعمال الأجنبية مع هيئة تنظيم سوق العمل، عملية المحافظة على الأمن وحماية الممتلكات الخاصة بالتجار عن طريق التعاون مع وزارة الداخلية. ولذلك نحن نزور بعض هذه الأسواق للاستماع إلى مقترحات من شأنها تطوير العمل. وقد قامت اللجنة خلال فترة 6 أشهر الماضية بزيارة أغلب أسواق البحرين. نعم. والاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات التجار، وقمنا فعلا بنقلها إلى الجهات المعنية التي يعني كانت أذن صاغية ومتعاونة في مسألة تذليل العقوبات أو تطوير خدماتها من أجل هذا الأمر. وربما أحد هذه الأسواق هو سوق مدينة عيسى، حيث قمنا بزيارة 3 زيارات تفتيشية من قبل وزارة التجارة يعني ضبط المخالفات أو التعديات التي حصلت في السوق. ومن ثم كانت هناك ردود أفعال إيجابية من قبل المشتغلين في السوق نظرا للارتياح من خلال إزالة مثل هذه المخالفات. جميل، طبعا احنا نتمنى لكم كل التوفيق استاذ عبد الحكيم، ومثل ما تفضلت لا يوجد مجال ولا عمل الا وتكون فيه معوقات، ولكن الجد والاجتهاد في العمل هو الفاصل. استاذ عبد الحكيم، لابد ان اللجنة ايضا لها دور رقابي على الاسواق تقوم فيه، لو تحدثنا قليلا عن هذا الجانب. يعني اللجنة تستلم يعني بشكل مستمر بعض الملاحظات والمقترحات من المواطنين ومن التجار فيما يتعلق بتوقيت فتح الأسواق، نظافة الأسواق، بعض المخالفات التي يرتكبها البعض تحت مظلة التجارة، ويكون لهذه الممارسات آثار مضرة بالمنافسة الشريفة. نحن على سبيل المثال سنقوم بزيارة لسوق التنين الواقع في ديار المحرق، والذي يحوي أكثر من 700 محل تجاري تم تأجيرها بالكامل، وذلك للوقوف على كل ما من شأنه تسهيل عملية انسياب الحركة للمتسوقين المواطنين أو الوافدين أو حتى السياح الخليجيين، لأن أصبح مثل هذا السوق وجهة سياحية يعني ينطلق لها إخواننا السواح من الخليج من أجل التسوق وقضاء يعني بعض احتياجاتهم وأوقات ممتعة. كذلك سنقوم بزيارة ل
بلدية المحافظة الشمالية قريبا، وذلك من أجل نقل هموم المواطنين فيما يتعلق بتسهيل مهمة مواقف السيارات وبعض التعديات الموجودة في أسواق المحافظة الشمالية، من أجل إيجاد بيئة صحية مريحة لمرتادين السوق وكذلك للتجار أنفسهم. كل ما من شأن حقيقة تسهيل الوصول إلى الأسواق التجارية هو أحد أهم يعني الأمور اللي احنا نهتم فيها ونضعها على سلم أولوياتنا. نعم، يعني أكيد الرقابة لها دور فعال مثل ما تفضلت أستاذ عبد الحكيم في عملية رصد هذه المخالفات، في عملية إرجاع تنظيم السوق لوضعه الطبيعي، ولكن أستاذ عبد الحكيم هذه الرقابة أو أي مهام أخرى تقوم بها هذه اللجنة، لجنة الأسواق التجارية، هل تتم من خلال تعاون مشترك بين اللجنة وبين الأجهزة الحكومية بما يخدم رؤية وأهداف اللجنة؟ لا شك بأن يعني الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 ترتكز على تشجيع قطاع الأعمال للتطور والنمو، وذلك من أجل استيعاب أكبر عدد ممكن من العاملة. ولذلك حنا حقيقة يعني لنا تعاون مع وزارة البلديات وإدارة المرور وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تعاون وثيق لأن احنا نكمل بعضنا البعض. فهذه توجيهات من القيادة السياسية الحكيمة أن يتم التعاون بشكل مثمر من أجل الإسراع في تطوير الحركة الاقتصادية نظرا يعني التحولات التي تمر بها المنطقة والتي تعتمد على ازدياد نشاط وتيرة التجارة والصناعة والراعة. ولذلك حقيقة احنا عندنا لجنة مشتركة مع أغلب بلديات المنطقة من خلالها تطرح كثير من الأمور. ما يهمني حقيقة أن أذكر بأن لجنة الأسواق التجارية هي ضمن 10 لجان، كل لجنة تهتم في قطاع، مثل لجنة القطاع التعليمي، قطاع الصحة، قطاع الصيرفة والتأمين، قطاع التجزئة، تجارة اللؤلؤ. ولذلك يعني هذه 10 لجان تعمل جنبا إلى جنب من أجل تضليل الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري وبما يتماشى مع الأنظمة والقوانين. نحن نؤكد على الأنظمة والقوانين يجب أن تحترم من الجميع لأنها وضعت من أجل إيجاد بيئة صحية تحترم حقوق وواجبات جميع الأطراف. بالتأكيد طبعا لقاء جميل ومعلومات قيمة. عبد الحكيم الشمري رئيس لجنة مراقبة الأسواق في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وإحنا بدورنا أيضا نقدر جهودكم ومساعيكم في خدمة المستهلك والتاجر اللي يعني دائما تكون محطة شكر وتقدير، وإن شاء الله الله يعطيكم العافية وموفقين في جهودكم. شكرا لك أستاذ عبد الحكيم. أتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح، وتحياتي لمستمعين إذاعة البحرين. شكرا لك، حياك. سلام علي. إلى هنا مستمعينا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء فيكم في الأسبوع القادم بإذنه تعالى. لكم منا أجمل التحايا ومن طاقم العمل، إلى اللقاء. هذا البرنامج من إعداد إدارة حماية المستهلك، من تقديم فاطمة محمد وصفاء صفر، والإخراج محمد نعمة.